عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عطيه عدلان، مدرس الفقه واصول بجامعه المدينه العالميه وعضو الهيئه الشرعيه لحقوق الاصلاح والاحزاب ورئيس حزب الاصلاح. طب ما تعليق حضرتك على النهارده على رئيس وزراء تركيا؟ والله يعني خطاب رئيس وزراء تركيا رجب اردوغان تميز بانه جمع ما بين العاطفه الجياشه والحق الواضح والتنظير وتسليط الضوء على الحقائق الكبيره التي يجب ان تبرز في الواقع الذي نعيشه الان. من هذه الحقائق الكبيره التي ركز عليها حقيقه انه لا نجاح للثوره ولا نجاح ولا بلوغ للامال الا بالوحده الكبرى التي لا غنى للناس عنها. الحقيقه الثانيه ان اسرائيل لن تستطيع ان تلعبها الدور الذي تلعبه الان طويلا اذا كان عندنا اصرار وكان عندنا يعني فهم ومواجهه حقيقيه للواقع الذي بيننا وبين اسرائيل. الحقيقه الثالثه انه لن يستطيع احد مهما كان ان يقف في وجه المد الثوري لان هذا امر طبيعي، ومن ذا يستطيع ان يعني يثني الموج او يرده عن وجهته. يعني هذه حقائق الرجل بخبرته يلفت الأنظار إليها ويركز عليها، ونحن بحاجة إلى أن نتملى هذه الحقائق وأن نفعلها في حياتنا وفي ظرفنا الذي نمر به الآن. يعني بمناسبة الثورة حضرتك، ما رأي الحزب في النزول يوم الجمعة الفائت وهدم السور الذي كان أمام السفارة الإسرائيلية؟ والله هناك فرق يجب أن نفرق بين النزول وبين هدم السور. فنحن مع النزول إلى الشارع، نحن مع النزول إلى الشارع، نحن مع الثورة السلمية، نحن مع التظاهر والاعتصام السلمي الرشيد، ولكننا يعني لا نوافق أبدا على الممارسات التي توصف بأنها خارجة على القانون. فالنزول إلى يعني الاقتحام، احنا نحن نريد أن ننزل إلى الشارع. هدم السور والاقتحام في فرق بين الاقتحام السفارة نفسها فرق بين هدم السور. والله حقيقة يعني قد تختلف الآراء في مسألة هدم السور، لكن في رأيي الشخصي أن هدم السور والاقتحام كلاهما عمل ليس رشيدا. يعني نحن نعتصم ونتظاهر ونضغط على المسؤولين ليتولى المسؤولون بأنفسهم تصحيح الأوضاع الخاطئة. هذا هو المسار الصحيح للعمل الثوري. الثورة والثوار ينزلون إلى الشارع ويضغطون على المسؤولين، وعلى المسؤولين أن يستجيبوا لهذا الضغط ولهذه الثورة، وأن يقوموا بأنفسهم بإصلاح ما يجب إصلاحه. حضرتك نزلت طالب الجمعة؟ حقيقة أنا لم أنزل، لكن حزب الإصلاح نزل. نعم الحزب نزل، لكن أنا شخصيا نعم رأينا نزول يوم الجمعة. ومن وجهة نظرنا أنه لا يصح أن نسيء الظن بالناس، ولا يصح أن ننفصل عن الجمهور وعن الشعب، ونحن مع قضايا الشعب، نحن مع قضايا الأمة. هل استعدادتم كحزب للانتخابات القادمة؟ والله ان شاء الله يعني ايه يعني نحن مستعدون بقدر طاقتنا، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن على كل حال يعني هو الحزب الان تحت التاسيس، وعاجلا باذن الله سنكمل التوكيلات ويكون الحزب باذن الله في النور، وعندها سنحدد يعني بالضبط ما هي يعني خارطه الطريق بالنسبه الينا للوصول الى مقاعد مجلس الشعب. لكن الان لا نستطيع ان نعطي يعني استراتيجيه واضحه. يعني هل في الاطروحه موجود ان ممكن يبقى في اندماج بينكم وبين الاحزاب الاسلاميه؟ والله مساله الاندماج ليست مطلوبه حتما، يعني المطلوب هو التنسيق. يعني تعدد الاحزاب ليس افه وليس مشكله، المشكله هي التنافر والاختلاف واتباع الاهواء. يعني مهما تعددت الاحزاب ليس لن يكون هناك إشكال ما دمنا يعني ننظر إلى المصلحة العامة، وما دام هناك تنسيق أو تفاهم. يعني فلست أرى ضرورة للاندماج، ولكن أرى ضرورة للتنسيق بين الأحزاب
وأن نلتقي جميعا على مصلحة بلادنا وعلى مصلحة وطننا. ما هي الأحزاب التي تنسقون معها الآن؟ لم يبدأ العمل السياسي لكي نقوم بالتنسيق. التنسيق يكون في إبان الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب والشورى والرئاسة، ويعني لم يتضح بعد هذا الأمر، ولم يبدأ بعد، لم تبدأ بعد المسيرة، ولذلك لم يحدث تنسيق فعلي. لكن هناك نوع من التفاهم والتناغم مع كثير من الأحزاب. بذكر بقى الرئاسة، ستدعمون من مرشحين رئاسة الجمهورية؟ والله هذا الأمر يعني يعتبر أمر سابق لأوانه، ولكن على كل حال يعني نحن نرى في الساحة رموزا كثيرة جدا جدا في الساحة، ويعني إن كان يعني الشيخ حازم صلاح السعيد يتقدمهم جميعا، لكننا لا نبادر ولا نسارع إلى هذا الأمر، لأن الصورة لم تتضح بتمامها بعد، والكلام في هذه المسألة سابق لأوانه يعني إن شاء الله. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. الإخبارية بتشكر حضرتك على هذا اللقاء. الله يحفظكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.